البداية من مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تتواصل مظاهر الاحتقان والاحتجاج ضد قيادة البوليساريو، حيث أدى نشر صور خاصة وحميمية لعلي السعدي الزوجة السابقة للفاضل بريكا المعتقل حاليا في مخيمات تندوف، أدى إلى إشعال الوضع في المخيمات. وإثر عملية نشر الصور من قبل الموقع الإلكتروني المعروف بصوت الوطن التابع لقيادة البوليساريو، جاء الرد فوريا من قبل عدد من أبناء عمومة علي السعدي في مخيمات تندوف، حيث توجهوا إلى ما يسمى تلفزيون الجبهة الوهمية الموجود في الرابوني، وهاجموا مدير هذا التلفزيون وخربوا سيارته، محملين إياه مسؤولية نشر صور الزوجة السابقة للمدون فاضل بريكا على شبكة الإنترنت. من جهة أخرى، حصلت قناة ميديان تيفي على صور لسيارات في ملكية ما يسمى بتلفزيون البوليساريو بعد أن هاجمها أفراد من قبيلة المدون فاضل بريكا بعد نشر صور لزوجته السابقة. ونتابع فيما يلي تسجيلات صوتية لبعض أفراد أسرة المدون فاضل بريكا. يا المجرمين في الجبهة، يا المجرمين في الجبهة، احنا الله والشريعة المحمدية، هذا ماثل حبس الرجال، هذا ماثل البط، هذا ماثل القتل، هذا عاد تشويه العائلات. اياك ماكم بعد قابضين وماكم قابضينها مع راجل، اياك مو بالراجلها بويغة تمشي له صورها، وحرام عليكم وشين وفضاحة يا الجبهة، وطاحت سمعتك بالتشويه. الفاضل حبستوه، لكن الرجال اقتلتوه، لكن الرجال والرجال حبسهم ما ينحبسوا، ما هو الابطال ولا يفقع حد ولا يطيض. يا غير رايك تشويه نحناتي قبضتوا قعدتونا وجردتونا الخلع ساعد وخليتونا مجمعين بذيك الحال. حناتي ما قد جبنا تشويه لاخوتنا ولا لابواتنا ولا لاماتنا ولا لقبيلتنا ولا عشيرتنا. وتتيو ترك الجيل البيضاء نتاع محمد نتاع باطل محمد سالم، قصروها ودقدقوا جاجها وداروا التراب فاسهم، قلعوا المغطيين تاع الزيت ذيك وعمروهم التراب يقام فترة كانت هاي الأولى. الثانية تيوت البث فيك ألا كيف لهم، قال لي الطفل كيف لهم تباركوا معاها، جات مرصفة الشرطة عليهم، جاء دخل عليهم الشرطة جبروهم بدأوا اللاف وتس محمد سالم دقدقوها. والله كيران التنقل، الكيران ذوك تاع البحث اللي يردوا فيهم الناس الصحافة يتلقر فيهم الصحافة، كسروهم الوتة. لا قال لي كيف قبضوا دبوس خبطوا كبونها بيها، والله حديد والله شيء، والله خبطوا واحد من تفف والله اللي تخبرني، جات الشرطة مرصفة عليهم جاتهم وحربوا عنها. وللمزيد حول السياق العام الذي تأتي فيه هذه التوترات، معنا الدكتور عبد الرحيم المنار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. دكتور سليمي، أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. ماذا تعني هذه الوقائع الموجودة أمامنا في هذه الحالة تحديدا بالنسبة للمخيمات، للمحتجزين فيها وللمعنيين بها في هذه الحالة؟ أولا، هذه الوقائع تعبر عن حالة من حالات انتهاك الكرامة الإنسانية للمرأة داخل مخيمات تندوف. قيادة البوليساريو لا تحترم المرأة ولا تحترم قيمتها، فهي تهين المرأة، توظفها في الصراعات، تستغلها. والكل يعرف بأن أول ضحية في مخيمات تندوف هي المرأة، فالبوليساريو منذ البداية عمد إلى خطف العديد من النساء وتم تزويجهن بالقوة. هذا الملف هو موجود ويجب أن يطرح داخل الملتقيات الحقوقية الدولية. المسألة الثانية، واضح جدا بأن هناك توظيف للمرأة في الصراع مع المعارضين. فاضل بريكا معارض يقود مبادرة التغيير، تم نشر صور زوجته السابقة للقيام بعملية قتل معنوي لهذا المعارض. المسألة الثالثة، واضح جدا بأن البوليساريو هنا هو عقلية عصابة. السيدة التي جاءت في التقرير هي
تشير إلى المجرمين، عقلية عصابة، تلفزيون عصابة ومواقع إلكترونية تابعة لقيادة البوليزاريو تنشر صورا للضغط على المعارضين. الحدث يكشف وضعية المرأة ويأتي في سياق سبقته اعتقالات لكل المعارضين دفعة واحدة. البوليزاريو هو خلق قبل ذلك صراع بين العائلات والقبائل، الكل هنا يتذكر الصراع الذي نشب بين عائلتين وبين قبيلتين حول أراضي. هو كل هذه المسائل يحاول أن يغطي بها عن صدور قرار عفوا على المقاطعة، باستقرائك لهذه المعطيات كلها إلى أين تسير الأمور في ظل استمرار حالة التوتر، حالة الاحتقان المتواصلة في مخيمات تندوف، ما تداعياتها على الوضع هناك تحديدا؟ واضح بأن مد الاحتجاجات والاحتقان سقفه يرتفع. لماذا؟ لأنه بعد صدور قرار 24-94 لم يعد هناك ما يقدمه البوليزاريو لساكنة المخيمات. هو يحاول أن يشتت العائلات والقبائل ليغطي عن هذا الحدث. البوليزاريو كان دائما يشتغل باستراتيجية وهي استراتيجية الانتظار، بمعنى كل سنة يحيلها على سنة أخرى، ولكن واضح بأنه الآن أمام هذا التحول الكبير في القرار 24-94 لم يعد هناك للبوليزاريو أو قيادة البوليزاريو ما تقدمه. أكثر من ذلك، هي تستبق ما تسميه بمؤتمر قادم وتقوم بعملية التشتيت. أعتقد بأن الوضعية هي وصلت درجة كبيرة من الخطورة، وتكشف كما قلت عن الطريقة التي توظفها المرأة في الصراعات. يضاف إلى ذلك وضعية الأطفال المرتبطة بالمرأة، فالبوليزاريو حرم نساء من أطفالهن منذ سنوات التسعينات، أطفال مجهولي المصير، تم عزلهم في مناطق ولا أحد يعرف مصيرهم. هناك نساء يتساءلن عن مصير أطفالهن. وضعية صعبة، أعتقد بأنها يجب أن تقدم أمام المجتمع الدولي للنظر فيها من مدخل قواعد الطابع الإنساني الدولي. شكرا لكم الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.